مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستوديو المفتوح من قناة 7 ستارز الفضائية الوطنية الأردنية ومن عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. يسرنا أن نقدم إليكم أردني شاب أردني في الولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ الدكتور عودة مهاوش الدعجة، أخصائي في علم الإلهيات والديانات السماوية، وبالتالي نرحب به في عمان بلده عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. مشاهدينا الكرام، الأستاذ الدكتور عودة مهاوش الدعجة، أخصائي في علم الإلهيات والديانات المقارنة، عضو مركز الحوار الإسلامي المسيحي في أمريكا، له مؤلفات عديدة جدا بالعربية والإنجليزية، منها الكتاب المقدس تحت المجهر، وكتاب فاطمة الرؤوفة، وكتاب أخلاقية الحرب في المسيحية والإسلام، وغيرها الكثير من المؤلفات. وهو يدرس الآن مادتي الديانات المقارنة والتاريخ المعاصر للشرق الأوسط، حيث يعمل كبروفيسور أو أستاذ دكتور في جامعة سنت تاموس الأمريكية التابعة للفاتيكان. له نشاط واسع في الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الرسمي، حيث تدرس آراءه وكتبه في أروقة السياسة في واشنطن العاصمة، وقد طلب منه تقديم العديد من الدراسات، كان آخرها دراسة مفصلة عن حرية الأقليات الإسلامية في العالم الإسلامي. وإضافة إلى نشاطه الأكاديمي المعروف، فالأستاذ الدكتور عود مهاوش الدعجة أو البروفيسور مهاوش الدعجة رجل أعمال متألق ومعروف، حيث يرأس عدة أو رئيس عدة شركات أمريكية وعالمية في مجال متخصص في مجال المعلومات. انتخب في عام 2004 كرئيس للجنة رئاسة رجال الأعمال الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي. إضافة إلى كل ذلك، فالأستاذ الدكتور الدعجة مهاوش عود مهاوش الدعجة خطيب ومحاضر معروف في مجال حوار الأديان. نرحب فيك دكتور مرة أخرى. دكتور، يعني من حيث انتهينا أن البروفيسور عود مهاوش الدعجة خطيب ومحاضر في مجال وفي خاصة في حوار الأديان، ما هي آخر خطبة لك؟ جميل جدا. آخر خطبة كانت في ندوة حقيقة قبل مجيء إلى الأردن في الزيارة هاي، حيث كان ممثل عن الديانة اليهودية وممثل عن الكاثوليك المسيحيين وممثلين عن الإسلام، كنت أنا أحدهم وأحد الزملاء من تركيا. قدمنا ندوة حقيقة عن بعد الحوار وكيفية الحوار بين الديانات، وكان لها صدى واسع في الولايات المتحدة والحمد لله. حوار بين الديانات الثلاث؟ نعم. طيب، الديانات الثلاث، هذه المنطقة مهد الديانات. نعم. الثلاث، وكلنا نعرف أننا عشنا آلاف السنين لم نعرف أن جاري وجارك مسيحي أو جاري وجارك يهودي إلى آخره. لماذا هذا التركيز على الحوار وكأن هناك لا يوجد حوار؟ الحقيقة كلنا نتفق في المنتدى وفي مجلس الحوار الإسلامي المسيحي أن تاريخ هذه الديانات هو تاريخ موحد، لكن الخلاف اللي وجد تطفو عليه السياسة. عندما تتدخل السياسة في الأديان وتستغل الأديان، تصبح الأديان كسلاح للسياسة للأسف. تاريخ الذي نبينه نحن حقيقة لليهود والنصارى في الغرب أن تاريخ الإسلام اتجاه هذه الديانات، اتجاه هذه الديانات تاريخ مشرف جدا. مثلا على سبيل المثال، الأردن
عندما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يخرج من مصر هاربا بقومه، هرب إلى شرق الأردن وعاش فيها، وحقيقة مات في الأردن وإلى الآن مدفون في الأردن وأخوه هارون عليهم السلام. فاليهودية عندما هربت من الاضطهاد هربت إلى الأردن، جاءت إلى الأردن. الشيء الآخر أن المسيحية عندما حوربت من قبل الروم ومن قبل اتجاهات معينة في الديانة المجتمع اليهودي أيضا هربت الأردن. كثير من الناس لا يعرفوا هذا الشيء. المسيحية، مسيحية المسيح عليه السلام، عاشت في الأردن، ولذلك تجد أن في الأردن أقدم الكنائس التي اكتشفت في تاريخ الإنسانية موجودة في الأردن، وبالتحديد في صحراء الأردن حيث عاش النصارى تحت الأرض خوفا من اضطهاد الروم ومن اليهود. وإلى الآن الحمد لله هذا الشيء موجود. يعني حقيقة نحن في المركز الحوار الإسلامي المسيحي وضعنا رسالة عمان كنموذج لدستورنا في التعامل مع الآخر. المسيحيين والأردنيين في الأردن عاشوا على مر التاريخ إلى يوم الناس هذا بأمن وسلام وأخوة، وكلهم ضحوا من أجل الوطن. لكن للظروف السياسية الموجودة في الشرق الأوسط التي أصبحت تؤثر على كل نواحي العالم سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، كان لابد لنا من أن نرجع إلى النقطة الأولى وهي الحوار في مقابل الجدال أو المناظرة. نعم، الجدال والمناظرة قد لا تصل إلى نتيجة، ولكن نعم. الحوار يصل إلى نتيجة. مش هيك نعم. درس بالجامعات نعم. جدال عقيم يعني ما بتصل إلى مناظرة، إلى نتيجة. طيب يا أستاذ الدكتور عودي مهاوش الدعجة، ذكرت الأردن وكل والموقع التاريخي الأردن. البابا زار الأردن قبل مدة، وهناك يعني حوار وأخوة نعم. مسيحية إسلامية في داخل الأردن. المغطس الموجود نعم. في الأردن، جبل نيبو ألقى كلمة في مسجد الملك الحسين بن طلال رحمه نعم. الله البابا، وزيارة البابا في أيضا يعني أكثر من زيارة للبابا. ولكن الآن طيب لماذا الهجوم على الأردن حول موضوع الأديان وأنت مقيم في أمريكا؟ أرجو أن توضح نعم. ذلك للمشاهد الكريم. نعم، في الحقيقة كثير من الناس في الأردن ولهم الحق في ذلك كان لهم ردة فعل سلبية على هذا التقرير، تقرير الذي انتقد حرية الأديان في الأردن، الذي خرج عن وزارة الخارجية، دائرة معينة في وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن لابد لنا كأناس محبين للأردن أن نفهم من وراء هذا التقرير ولماذا خرج هذا التقرير بالتحديد. كما قلت أنا، الأردن حقيقة مهد المسيحية أكثر من فلسطين. المسيحية عاشت في الأردن، والمسيحيين في الأردن والمسلمين تعايشوا في كل هذه المدة بأمن وسلام. لكن طائفة معينة من المسيحية دخلت الأردن بعد احتلال العراق بهدف نشر المسيحية في الأردن. هذه الطائفة لا تعتبر بعد 2003 نعم بعد 2003 هذه الطائفة لا تعتبر المسلم أنه على الخط الصحيح، لا ينال الخلاص حسب قولهم. ولكن بنفس الوقت، وأنا أريد لكل إخوان المواطنين في الأردن سواء المسيحيين أو الأردنيين أن يفهم هذا الشيء، أن هذه الطائفة لا تعتبر الكاثوليكي مسيحي، لا تعتبر الأرثوذكسي مسيحي، ولا تعتبر السرياني ولا غيره مسيحي، فما بالك بالمسلم. هذه الطائفة، الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية وغيرها من إخواتنا المسيحيين هنا لا يتفقوا مع أساليب هذه الطائفة. هذه الطائفة تأتي بأساليب تهجمية وأساليب غير اجتماعية حقيقة، لا تتمشى لا مع مجتمعنا ولا حتى تتمشى مع المجتمعات الغربية. أساليبها تهجمية على المجتمع، بحيث أنهم يريدوا أن ينشروا التبشير. وبالفعل أدخلوا 150 بعثة تبشيرية إلى الأردن هؤلاء الناس. ولكن نحن كأردنيين يجب أن نفهم كمسلمين أن المتضرر الأول من هؤلاء الناس هم إخواننا المسيحيين الأردنيين من غير أتباع هذه الطائفة، والكل يعلم من أقصد يعني بهذه الطائفة. هذه الطائفة لها قدرات مالية وقدرات اجتماعية.